دعاء السحر. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، دعاء السحر. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اسم الله تعالى القابض الباسط، وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. قال تعالى: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وقد ورد أنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، غلى السعر فأسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله الباسط القابض الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله، ليس أحد يطلبني بمظلمة في نفس أو مال. والباسط هو الذي يبسط رزقه لمن شاء من عباده، والقابض أي الذي يضيق أو يحرم من شاء منهم من رزقه لما يرى سبحانه في ذلك من المصلحة لهم. فالقبض أي التضييق في الرزق، والبسط معناه التوسعة فيه والإكثار منه، وكل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. فاللهم إنا نسألك باسمك الباسط القابض، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا ربنا في ليلة القدر وفي هذه الليالي من آخر رمضان، نسألك فرجا من الهم وكشفا من الغم. اللهم إنا نبتهل إليك ابتهال الخاضع المذنب الذليل، وندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه. يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء عمن ناداه. يا ربنا اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأوردنا حوضه، وأسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم كما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم أجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما بلغتنا رمضان وبلغتنا العشر الأواخر من رمضان، نسألك يا الله أن تجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، وأن تجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن تجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر وقراءة القرآن. اللهم ارزقنا خيرها وعفوها وكرمها وفضلها يا الله، يا الله،
يا الله طرقنا بابك فلا تطردنا، وافتح لنا من رحمتك ولا تحرمنا. يا مسخر القوي للضعيف، ويا من سخرت الجن لنبينا سليمان، وسخرت الطير والحديد لداود، وسخرت النار لنبينا إبراهيم، سخر لنا عبادك الطيبين حولنا، وسهل أمورنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك وعزتك وقدرتك، أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك. يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعال لما تريد، لا تحرمنا خير هذه الليالي يا رب، واعتق رقابنا وآبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وذرياتنا وأحبابنا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.